السلام عليكم. أعلنت سامسونج عن هاتفها الجديد سامسونج جالاكسي اس 23 الترا، وفي هذا الفيديو سأقدم لكم مواصفات وسعر الهاتف. شاشة ديناميك أموليد 2 اكس بحجم 6.8 بوصة بجودة كيو اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز بصوت 1750 نيتس، طبقة حماية غوريلا غلاس فيكتوس 2، معالج سناب دراجون الجيل الثامن، به مساحة تخزين 256/512 و1 تيرابايت، ذاكرة عشوائية 8 و12 جيجا في الرام، كاميرات 200 ميجا بكسل أساسية، 12 ميجا بكسل و10 ميجا بكسل، كاميرا أمامية 12 ميجا بكسل، بطارية 5000 ميلي أمبير بقوة شحن 45 واط USB Type C 3.2، به نظام أندرويد 12، به نظام أندرويد 13، البصمة تحت الشاشة، الهاتف مقاوم للماء والغبار. سعر الهاتف $1199 أمريكي.